اهلا بحضراتكم مره تانية. يسعدنا نرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي عمر صبحي المحترف، هيكون معانا في المحترف عشان نناقش معاه قضايا كتيره جدا، اكيد اهمها طبعا ان شاء الله الوصول منتخبنا المصري لكاس عالم 2022. عمر مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن، برحب بحضرتك وبرحب بكل جمهور النادي الاهلي. منورنا عمر. عايزين نتكلم زي ما قلت يمكن في الانترو لو متابع، ان مباراة مصر مش مباراة عادية، مباراة فاصلة في تاريخ منتخب مصر على مستوى اللاعبين، على مستوى التاريخ، ان شاء الله نوصل للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم. انت شايف المباراة ازاي، وخاصة ان المنتخب السنغالي كان لسه يعني من اشهر قليلة بنلعبه في نهائي كأس الأمم الأفريقية، شايف ازاي المباراة ديت، اجواءها عاملة ازاي، استعداداتنا احنا عاملين ازاي قبل ما نخش في التفاصيل الفنية؟ والله يا كابتن يعني المباراة مختلفة بشكل كامل عن مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية اللي كانت مقامة في الكاميرون. ماتش مصر والسنغال في الكاميرون كان ليه دوافع مختلفة وظروف مختلفة. المباراة هنا بوجود 50,000 متفرج أو مشجع للمنتخب الوطني هتكون مختلفة تماما على اللاعبين، وإن كنت أخاف على بعض اللاعبين من مشاركة الجماهير إن هم ما عندهمش خبرة يعني في مشاركة الجماهير في الملاعب، لأن الدوري المصري زي ما حضرتك عارف بدون جمهور بقاله فترة طويلة جدا. مباراة بتحمل طابع مختلف لنفوس اللاعبين المصريين، بتحمل طابع مختلف لواحد زي محمد صلاح عنده هدف الوصول لكأس العالم وعايز يحققه، لواحد زي محمد النني، لواحد زي تريزيجيه. اللعيبة دي يا كابتن لما ترجع بلادها أو لما ترجع أنديتها في أوروبا بيكون ظروفها مختلفة جدا في ان هي تكون في وسط فريقها، ان انا اهلت منتخب بلادي لكاس العالم، اهلت منتخب بلادي لاكبر بطولة رياضية في العالم. ويمكن محمد صلاح كمان عنده ظروف مختلفة لانه معاه واحد زي ساديو ماني هو المنافس المباشر لي سواء في نهاية كاس الامم الافريقية او في التأهل لكاس العالم. زمان يا كابتن كنا بنقعد نتفرج نقول يا ده اوروبا، ده ممكن ايطاليا ما تصعدش فمش هنشوف النجم الفلاني، ده ممكن البرتغال ما تصعدش فمش هنشوف مثلا كريستيانو رونالدو، ازاي هولندا ما تصعدش فما شفناش كذا. دلوقتي العالم بيتساءل هو ازاي ممكن ما يشوفش محمد صلاح في كاس العالم، كل العالم عايز يشوف محمد صلاح في كاس العالم، ده اضافه للبراند والتسويق بتاع كاس العالم وجود لاعب زي محمد صلاح. فالاجواء في مصر مختلفه تماما، اللعيبه على مستوى الخبره مختلفين تماما، اللعيبه دي حضرت كل حاجه، اللعيبه دي يعني واحد زي ابو الفتوح عنده 24 سنه ولا 25 سنه، عد معايا يا كابتن. طب خليني يا عمر قبل ما نتكلم على اللعيبه وطموحاتها والخبرات كمان، انا اعتقادي المباريات اللي زي دي كمان لازم يكون في عنصر خبره يكون موجود بشكل او باخر، لكن تعالى انا وانت والساده المشاهدين طبعا في خمس مباريات على مستوى تصفيات افريقيا، يعني تعالوا نفتكرهم كمان علشان نشوف، وكمان اخد راي عمر في ترشيحاته للي هيوصل كاس العالم، ده مهم جدا لان زي ما بقول لحضراتكم وزي ما قال عمر على مستوى الكره الافريقيه دلوقتي خلاص مش زي زمان، يعني مش زي على ايامي انا، يعني الكره الافريقيه وصولها بيبقى يعني ساعتها كان نيجيريا طبعا والكاميرون بيمثلونا، لكن دلوقتي الامور اختلفت كتير، لعيبه كتيره جدا بتلعب في الدوري او في الدوريات الاوروبيه في التوب ليفل كلها لعيبه افارقه، وزي ما بيقول او عمر بيقول كمان ان الناس حابه تشوف محمد صلاح في كاس العالم، حابه تشوف ساديو ماني في كاس العالم، كلهم نجوم كبار، لكن عايزين رؤيتك كمان انت عمر للخمس مباريات يعني، وايه اصعبها وترشيحاتك لبعض هذه المباريات. يعني الماتشات قدامنا على الشاشه طبعا، الكونغو هيلاعب المغرب، مالي مع تونس، الكاميرون مع الجزائر، غانا مع نيجيريا، ان شاء الله منتخبنا هيلعب مع السنغال. خلينا اخد سريعا الكونغو مع المغرب، الاقرب بالنسبه لك للوصول لكاس العالم طبعا من نتيجه المباراتين دي، لسه المباراه الاولى دي المباراه الاولى. الكونغو الديمقراطيه مع المغرب، خليلوزيتش عنده سكواد رائع عبقري، يعني سكواد فيه كل المميزات، عنده عنده 23 لعيب ممكن يغير التاكتكس في الماتش ثلاث مرات مثلا، ممكن يلعب 4-3-3، ممكن يلعب 4-2-3-1، ممكن يلعب 4-4-2 من كثر التنوع الخبرات اللي عنده سواء الفنيه او على مستوى اللاعبين. الكونغو الديمقراطيه عندها مدرب متمرس في التاهل لكاس العالم وهو هيكتور كوبر، ف
فهيكون ماتش ممتع جدا، لكن اعتقد ان المغرب هي الاقرب على كبيره بالرغم ان الكونغو حاليا بتحط كل العواقب قدام منتخب زي المغرب. يعني مثلا منتخب المغرب ما فيش حد استقبله في المطار، منتخب المغرب خرج ما لقاش الباصات بتاعته موجوده، الباص اللي بينقله من المطار للاوتيل حصلت حاجه مضحكه جدا، وان هم رجعوا ركبوا الباص، الباصين عطلوا مع بعض في نفس المكان فوصلوا متاخر للاوتيل. احنا الاجواء الافريقيه دي، الاجواء الافريقيه دي وطبعا حضرتك اضرب بيها يعني كانت اجواء غريبه جدا. وبرده منتخب المغرب قدم شكوى رسميه لاستقبال الكونغو الديمقراطيه، فالكونغو بيحط كل العواقب ان هو يحاول يعطل. لكن طبعا المنتخب المغربي كمان خروجه من بطوله كاس افريقيا اكيد في دوافع، خلاص هو الهدف بالزبط الاساسي دلوقتي الوصول لكاس العالم. طب بنتكلم على تونس ومالي، مالي ظهر بمستوى اكتر من رائع في بطوله افريقيا، مالي او تونس عندها مشكله اصلا مع مالي على مستوى النتائج. خروج كمان تونس من طبعا كاس الامم، كاس الامم بعد فوز على نيجيريا بشكل مبهر، خرجت في دور الثمانيه في كاس الامم، وتم اقاله كابتن منذر الكبير وتعاقده مع جلال القدري علشان يأهل المنتخب. وتونس يعني بيعتمد على المدرب الوطني لمنتخب بلادهم. تونس برضو عنده تنوع فني كبير جدا، عنده نص الملعب بتاعه يعني يأهله كاس العالم مرتاح، لكن في المقابل نص الملعب بتاع مالي برضو يعني من أتقل نص الملاعب في المنتخبات الأفريقية. صحيح. هيكون ماتش فني عالي جدا من محمد مجاسوبة المدير الفني للمنتخب المالي، وتواجد واحد زي أليو ديانج نتمنى ان هو يشارك. يعني طبعا أليو ديانج لعيب مميز جدا ولعيب كبير وشارك على اجزاء طبعا في بطوله افريقيا، وهم عندهم كمان عندهم سكواد رائع خاصه في نص الملعب، لكن كمان وجود أليو ديانج بيكون ورقه موجوده مع المنتخب المالي. تفتكر الاقرب مين للوصول لكاس العالم، تونس ولا مالي؟ لا تونس بتعرف توصل كاس العالم، تونس الاقرب. طيب مباراة أخرى، ويمكن كل الترشيحات بتقول إن المنتخب الجزائري بعد الخروج المهين من أفريقيا كل التركيز على الوصول لكأس العالم أمام المنتخب الكاميروني. كان في حديث جمعني مع رئيس الاتحاد الجزائري، كنت بتكلم معاه إن أنتوا يعني هتلعبوا الكاميرون وأنتوا خرجتوا في الكاميرون، قال لي دي ميزة لينا، المكان اللي وقعنا منه نقدر نستفيق فيه أو نقدر نطلع تاني منه. وهنا صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني برضو بيلاعب الجزائريين لعبة نفسية، يعني المفروض ان الماتش ده كان هيتلعب في العاصمة في واندي، صحيح، ولكن نقلوه دوالا المكان اللي طلع منه على ملعب جابوما، الملعب اللي ما بتحبوش منتخب الجزائر، والمكان اللي طلع منه منتخب الجزائر قاعدون في نفس الاوتيل اللي كانوا قاعدين فيه. لا ده ناويين كاس الامم يعني. وبيلعبوه في جابوما، والكاميرون يعني الجزائر اعتقد ان هي عندها كل المقومات، الكاميرون مش فريق اللي هو يقدر ينافس الجزائر بالسكواد بتاعها اللي موجود، ولكن بيحطوهم تحت ضغوط اللي هو الارض وحشه والجماهير مش عارف ايه والاستاد ماله والاستاد بعيد، والاستاد فعلا بعيد جدا. كل دي نواحي نفسيه اكيد بالظبط، ولكن مش هتاثر على يعني نجوم كبار للاسف اثرت عليهم في كاس الامم. أو يعني كاس الامم خلي بالك عمر، انا كان ليا وجهه نظر كاس الامم كان المنتخب الجزائري في اعتقادي ما كانش يعني كان عنده نوع من انواع الثقه الزياده، ده حقيقي، وفوجئ بالاجواء، فوجئ بالهزيمه ثم الهزيمه، فخرج خلاص خرج عن التراك بتاعه. لكن الطبيعي المنتخب الجزائري من افضل المنتخبات الافريقيه، ترشح مين، الجزائر ولا الكاميرون؟ لا الجزائر. الجزائر. طيب المباراه ما بين غانا ونيجيريا، ايضا غانا ظهرت بمستوى متوسط او مستوى اقل من المتوسط في افريقيا، المنتخب النيجيري بعد العلامه الكامله في دور المجموعات بيخرج من دور الثمانيه، كان علامه استفهام كبيره رغم ان هو عنده سكواد رائع. الاقرب للوصول كاس العالم نيجيريا ام غانا؟ هو دي اصعب ماتش في أصعب يعني ماتش. دي اقل مباراه ممكن الجماهير المصريه تتابعها، ولكن هي اصعب مباراه لانها تعتبر ديربي، يعني زي هنا مثلا مصر واي بلد اي مصر دوله تونس والجزائر من شمال افريقيا ده ديربي، غانا والمغرب ونيجيريا يعتبر ديربي هناك، فدي اصعب مباراه. ولكن يعني بعد اقاله المدير الفني لمنتخب غانا وتعيين اوتو اودو اللي هو لاعب بروسيا دورتموند السابق وتولي قياده فنيه جديده، والمنتخب الغاني لسه بيحاول يعني يبني منتخب جديد بعد الخساره الخروج من دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه، وبرضو يعني
ثالث أعلى قيمة تسويقية موجود في لاعب نيجيريا في منتخب نيجيريا ديندي. في لعيبة كتيرة في منتخب نيجيريا قادرة إن هي فعلا تكون أوراق رابحة إنها تتأهل لكأس العالم. طبعا نيجي بقى لمنتخبنا، منتخب مصر ومنتخب السنغال، ومباراة أعتقد هي المباراة الأهم. يعني تشوف كده الجدول الخمس مباريات، أعتقد كل الناس منتظرة هذا الدويتو أو الثنائي محمد صلاح وساديو ماني. أنت كنت بتتكلم يا عمر على الخبرات، وبتتكلم على فتوح على سبيل المثال، إن أنت خايف إن بعض اللعيبة يكون عندها الضغط الجماهيري أو تواجد الجماهير ممكن يأثر بالسلب على أدائها. الجزء الثاني اللي عايز أكلمك فيه هو كيروش بيفكر ازاي في المباراه دي، هل حساباته مختلفه شويه لانك عندك مباراتين، يعني مباراه ان شاء الله بكره ومباراه يوم الثلاث، حساباته هتختلف القايمه وانضمام قفشه تاني للمنتخب المصري، هل ده دليل ان في وقت من الاوقات ممكن كيروش يلعب رقم 10؟ يعني قول لي برضو رؤيتك من خلال القايمه، وتفتكر كيروش بيفكر ازاي في مباراه بكره؟ خلينا نقول من خلال القايمة وعودة محمد مجدي قفشة، هو ما اعتقدش ان كروش هيلعب 4-2-3-1، هو هيلعب برضه 4-3-3، ولكن قفشة عوض اعتزال عبد الله السعيد وتواجد مكان عبد الله السعيد في قائمة منتخب مصر، ودي لحاجة مهمة جدا وهو التحول التكتيكي في الملعب لكارلوس كيروش. ممكن في اي سيناريو من سيناريوهات المباراه يحتاج لدور صانع الالعاب ويحتاج لتحول هجومي بشكل معين، فما ينفعش ياخد قائمه كامله بدون صانع لعب رقم 10 زي محمد مجدي قفشه، وهو يعتبر انضمامه كان يعني متوقع، او يعني بعد اعتزال عبد الله السعيد هو الانسب للانضمام في المكان ده. طب انت شايف دونجا مثلا على سبيل المثال كان مفاجأة بالنسبة لك دخوله القائمة؟ احنا بنتكلم كل الأسماء، عمر جابر على سبيل المثال، هل كانت بالنسبة لك مفاجأة دخوله القائمة، ولا ده أيضا من ضمن التاكتيكس والخريطة لكيروش في الفترات اللي جاية؟ عدم وجود محمد شريف على سبيل المثال وعوضا عنه مروان حمدي، هل يديك رؤية معينة برضو للتاكتيك اللي ممكن بيشتغل بيه كيروش؟ شفت ده ازاي برضو؟ بص يا كابتن، نبيل عماد دونجا هو دخل القايمه مرتين احتياطي مع كارلوس كيروش، بس هو بالنسبه وهو لاعب كويس جدا، لاعب كويس طبعا جدا، اللعيبه الموجوده ديت وانا يعني بحبه جدا جدا، لانه يعني بحبه جدا في الملعب لانه هو لعيب بيحارب وبيعرف يضغط وبيعرف يستخلص كوره وبيعرف يشوط وعنده مهاره جدا في توزيع الكرات، ولكن ان هو يستبعد مهند لاشين اللي خده معاه كاس الامم الافريقيه وياخد دونجا، دي كانت علامه استفهام بالنسبه لي. صحيح، بالرغم ان مهند لاشين ظهر بشكل كويس جدا في الفترات الاخيره في الدوري المصري، كان بينزل، لا كمان حتى في امم افريقيا كان بينزل في اوقات كان صعبه، كان بينزل في اوقات صعبه، ولكن من وجهه نظري ان هو في كاس الامم كان عنده ثغره واضحه في حته فعلا الميد فيلدر المدافع، اللي هو عايز واحد زي دونجا بشكل صريح، اللي هو عايز واحد زي دونجا ينزل يقف في نص الملعب، ينزل يخلص في نص الملعب، لان يعني في كاس الامم الافريقيا في ماتش كان في حمدي فتحي مصاب لما جات له الضمه، فحس ان هو ناقصه اللعيب ده، لان هو كان عنده اكثر يعني تنوع اكثر من اللعيب اللي عنده صفات مهند لاشين. صحيح، فاعتقد ان هو خد دونجا تعويضا عن طارق حامد. الجزئيه الثانيه محمد شريف، انا ما اعتقدش ان في اي مهاجم في مصر او اي مهاجم تسعه من اللي موجودين في القايمه حاليا او من اللي موجودين في القايمه الاحتياطيه يعوض غياب محمد شريف. محمد شريف يعني ظهر بشكل مؤثر جدا جدا في الفترات اللي فاتت مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي لعب افريقيا، ما نقدرش نقول ان هو لعب على المستوى المحلي. صحيح، لعب افريقيا ولعب افريقيا مع فرق كبيره في دوري ابطال افريقيا، فاعتقد ان محمد شريف ما فيش بديل ليه في اللي متواجدين حاليا بما فيهم مصطفى محمد، لان مصطفى محمد في اعتقادي الشخصي لسه ما ظهرش مع المنتخب الوطني. صحيح، لسه ما ظهرش بالدور البارز مع المنتخب الوطني. محمد شريف يعني مهاجم من نص فرصه بيسجل، وخاصه في الفترات الاخيره كمان، يعني والاثنين يقدروا يلعبوا جنب بعض في الملعب، لان ده ادواره مختلف عن ده، او ده يعني ده شكله مختلف وستايل لعبه مختلف عن ده، ولكن يعني من يعني بص احنا كلنا بنساند، احنا كل السبورتر، انا كنت لسه اقول لك احنا بنقول كده مش عشان احنا، اي لعيب موجود داخل قائمه منتخب مصر احنا سبورت ليه وبنشجعه، وانت افضل لعيب وهو احسن بالنسبه لنا، احسن لعيب في العالم دلوقتي، فكل لكن احنا بنناقش حتى
زي ما بقول لك ممكن يكون بيفكر ازاي بالزبط. يعني كروش ايه اللي بيدور في دماغه بالظبط. ولكن من دماغ كروش اللي تقريبا قعدت معاه شهر كامل في الكاميرون، اعتقد ان هو اثاره الجدل حوالين محمد شريف، اللي هو لا انا عايز اللاعب اللي لو احتاجته 3 ثواني ينزل، هو بيفكر كده. انا عايز مروان حمدي هديله مهم كذا يعملها، انا عايز مروان حمدي هقول له اقف في الصندوق مثلا ما تطلعش، هينزل تحت، ما يضغط من تحت هينزل. اوكي. يمكن علشان كده خد مروان حمدي مكان محمد شريف، ويمكن عشان كده فضل مروان حمدي على احمد حسن كوكا. كوكا عامل اداء مبهر عامل ارقام كبيره يعني جدا، يعني سجل 8 اهداف تقريبا وصنع 4 اهداف مع نادي، يعني اعتقد ان هو كان اداء كويس جدا. ولكن تفضيل مروان حمدي اعتقد لانه هو طيع في ايده شويه، يقدر يوظفه بشكل كبير. هو عايز الشكل ده، عايز عايز شكل مروان التيب ده، يعني عايز التيب ده، النوعيه دي من اللاعبين، ما يقللش طبعا من محمد شريف ولا من كوكا ولا من اي حد، لكن احنا يعني بنشوف. طب عايز اقول لك، هل مشوار الفريقين من خلال تصفيات ووصولهم للمرحله النهائيه ناخد منه دلاله؟ يعني برضو فريق الاعداد محضر لنا مشوار الفريقين، ناخد منه دلاله على الاقل في بعض الارقام. يعني طبعا مصر فازت 4 مرات، الكاميرون او السنغال فازت 5، تعادل مصر تعادلت مرتين، هم تعادلوا مره واحده، والفرقتين لم يحصلوا على اي هزيمه. مصر ليها 10 اهداف، السنغال ليها 15 هدف، وطبعا على مستوى التهديف ده عليه 4 وده عليه 4. ناخد من رقم 15 ويبقى ليه دلاله ان المنتخب السنغالي هجوميا افضل كثيرا من المنتخب المصري، ولا انت شايف الادوار التمهيديه او مشوار الفريقين ما بيدلش على دلاله كامله؟ يعني انا مشوار الفريقين اصل يعني في منتخب مصر اتغير مدير فني كابتن حسام البدري وجي كارلوس كيروش، وده لعب 3 ماتشات وده لعب 3 ماتشات، ده ليه اسلوب مختلف تماما عن ده. فده ممكن لو كان بيلعب على الشكل الدفاعي ده كان بيلعب على الشكل الهجومي او الهجومي او السيطره. احنا عندنا في ماتش ليبيا انت مسجل 4 اهداف، يعني 3 اهداف خارج الارض. صحيح. يعني انت من ال 10 اهداف انت مسجل 3. مستوى المنافسين كمان بيكون مختلف. بالظبط، يعني المجموعه هنا مختلفه عن المجموعه هنا. اليو سيسي تقريبا بقى له حوالي 90 ماتش مع منتخب السنغال. جي كارلوس كيروش كان لسه اول ماتش ليه في تصفيات كاس العالم. فاعتقد ان الدلاله من الارقام بشكل جزئي، ان احنا ناخد الارقام بس لا مش هتدل على حاجات كتير قوي. ولكن ناخد السنغال على حده، يعني السنغال على حده عندها كثافه تهديفيه، 15 هدف في دور المجموعات ده رقم كبير، رقم كويس، يعني رقم كويس في التهديف. عندهم قدره على تسجيل الاهداف في كل المباريات، برغم ان احنا ما شفناش ده في كاس الامم. السنغال في كاس الامم اتاهلت من هدف واحد من ضربه جزاء في الدقيقه 92، ولكن في التصفيات، وده برضو بيكون على حسب المنافسين ليهم في دور في المجموعات قبل مباريات البلاي اوف. على مستوى ال زي ما انت بتقول، وهاخد من كلامك ان في فرقه تعرف توصل كاس العالم، يعني انت قلت ان المنتخب اعتقد المغربي قد يعني يوصل كاس العالم. يعني على مستوى الوصول لكاس العالم احنا وصلنا 3 مرات، المنتخب السنغالي مرتين. الحته ديت هتبان من خلال الماتشين، ثقافه الفوز في المباريات الاخيره او المباريات الهوم اواي تفرق معانا بشكل كويس. هل المنتخب السنغالي عنده اولويه في الجزئيه دي؟ قبل ما نخش في تفاصيل فنيه، ده اللي كنت عايز اقول لحضرتك، خبره المنتخب المصري وصلت لايه. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي في منتخب مصر عدت عليها كل حاجه. صحيح. اللعيبه دي حضرت جيل ال 6-1 في الماتش الذهاب والاياب بتاع غانا، حضرت التاهل بشكل كامل من دور المجموعات وراحت فيها روسيا 2018، حضرت عدم التاهل لكاس الامم الافريقيه، وحضرت التاهل لكاس الامم الافريقيه والوصول لمرحله للنهائي. صحيح. عندك لعيب زي ابو الفتوح عنده 25 سنه او 24 سنه، عد معايا، لعب كاس امم افريقيا تحت 23 سنه، لعب اولمبيكس، لعب كاس امم ووصل للنهائي، كاس امم للكبار ووصل للنهائي، ولعب دوري ابطال افريقيا بشكل كامل مع نادي الزمالك. فعنده الخبره ما تؤهله، وده عنده 25 سنه. وعلى كده بقى يعني انا جبت فتوح اصغر واحد، على كده خد النني، حضر من اول جيل ابو تريكه وبعد جيل 2010، النني بيلعب في المنتخب من 2011. صحيح. عمرو السوليه 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، محمد صلاح طبعا حدث ولا حرج،
يمكن اقلهم هو قفشه محمد على المستوى الدوري، محمد مجدي قفشه ومصطفى محمد ومحمد عبد المنعم، يمكن هو دول الاقل في الخبرات الدوليه او خبرات الذهاب والاياب او خبرات ازاي اقدر اشيل نفسي او رجليا تشيلني وقت السيناريو ما يختلف، وقت ما يدخل فيا جون انا لسه عندي ماتش كمان. يعني كان في حوار عمري ما نسيته مع محمد النني بعد ماتش 6-1، كان تقريبا غانا جابت الجون الاول وبعد كده جابت الجون الثاني وبعد كده منتخب مصر جاب جون، بقت 2-1 النتيجه. فبيقول لي يعني احنا رحنا ناخد الكره بقى من الشبكه وعايزين نحطها في نص الملعب علشان نحاول نتعادل بسرعه 2-2 وكنا بنلعب بره. قال لي لما بصينا على الناس الكبار كده ابو تريكا لانهم بيحتفلوا عند الكورنر، فقلنا ليه يعني هم بيحتفلوا ليه، ده احنا خسرانين ولسه في ماتش. فبيقول لي لا دلوقتي الخبره مختلفه تماما، دلوقتي انت عارف يعني ايه ذهاب واياب، عارف ان انت نتيجه 2-1 بره ارضك دي ممكن تساعدك في ان انت تتاهل من على ارضك. فلا اللعيبه دي عندها دلوقتي الخبره الكامله. في المقابل منتخب السنغال قدر ان هو يتاهل لكاس العالم 2018 وعمل نتائج كويسه جدا في كاس العالم 2018، وعندهم الخبره الاوروبيه اللي تاهلهم لكاس العالم قطر 2022. ولكن هل الخبره الاوروبيه هتنفع وهتنفعهم في المنافسات الافريقيه؟ اجواء يعني مختلفه تماما، اجواء مختلفه تماما. يعني عندهم ال 11 لعيب بالدكه بيلعبوا في اوروبا، بس هل ده مش هيأثر عليهم؟ لا هيأثر عليهم، ثقافة أفريقيا مختلفة، ثقافة إنهم يلعبوا على أرضهم في وسط جماهيرهم مختلفة، مش هيعيشوها زي اللي عايشينها، مش هيعيشوها زي اللي عاشوها قبل كده. صحيح، هي دي الفكرة، دي المختلف. وبص يا كابتن هاني، كل الناس، أنا عندي عشم كبير جدا للمنتخب يتأهل، أنا متفائل والله، ولكن يعني أنا متفائل. كل الناس تتكلم أصل عندهم محترفين، أصل عمر ما المنتخب المصري لعب منتخب أفريقي وكان عنده محترفين أكتر. غينيا بيساو كانت كلها محترفين ما عدا لعيب واحد بس كان محلي، غينيا بيساو يا كابتن. صحيح، كان كلهم بيلعبوا في بلجيكا وفي فرنسا. لا بص، هو طبعا على مستوى التوب ليفل هم كل المحترفين عندهم بيلعبوا في التوب ليفل، يعني بيلعبوا في كل الانديه التوب ليفل. دايما نفتكر 2006 ان المنتخب المصري ما كانش فيه محترفين وكسب وخد بطوله 2006. عايز اخدك لجزئيه تانية، وانا باخد من نبض الناس ان هم يعني الناس قلقانه من الشكل الهجومي، يعني الناس قلقانه من الحاله الهجوميه والجزء الهجومي لمنتخب السنغال. عندهم هجوم بشكل، عندهم ثلاثي هجوم رائع، عندهم باكين بيطيروا بشكل اكتر من رائع. ازاي نتعامل مع ده؟ يعني ازاي كروش من خلال وهو بيتفرج على منتخب السنغال اكيد كان ليه رؤيه للمباراه النهائيه في نهاية بطوله امم افريقيا. انت شايف ازاي نتعامل مع الجزئيه دي، الاندفاع الهجومي والكثافه الهجوميه للمنتخب السنغال؟ بص يا كابتن، هو اليوسيسي بيلعب 4-3-3، 4-3-3 بيطير فيها الباكين بونصار وسيس، وساديو ماني بيدي له حريه حركه سواء ان هو يروح لمركز 10 تحت راس الحربه او ان هو يفضل على مركز الهاف. اول حاجه عندهم ميزه كبيره جدا في لعيبه نص الملعب سواء شيخو كايوتي او مندي او جاي، ان انت تضغط على لعيبه نص الملعب دي من قبل ما يحضروا الكوره، هو ده المهم. ان انت تفقدهم تركيزهم وتضغط عليهم سواء بالنني وحمدي فتحي او عمرو السوليه، هو ده اهم حاجه. ما تخليش منتخب السنغال يعرف يقدر يحضر كوره في نص ملعبك، لا انت تضغط وتعمل ضغط عالي. ليه؟ لان لما تطير الباكين وبنقل الكوره من لعيب زي مندي ليستر سيتي جاي باريس سان جيرمان شيخو كايتي كريستال بالاس، عندهم ميزه رهيبه في نقل الكوره للثلث الاخير من الملعب. ساديو ماني لما بيتحرك بيروح لقلب الهجوم بيعمل خلل في المنظومه الدفاعيه للفريق المنافس، وبيحصل ترحيل للدفاع. ليه؟ لوجود ساديو ماني. فهنا انت قبل ما الكوره توصل للثلث الهجومي بتاعهم لازم لعيبه نص الملعب تضغط، يعني ومهام معينه للعيبه نص الملعب. انت بتتكلم ان احنا ما نديهمش الفرصه ان هم اوريدي يستحوذوا في نص الملعب، وبالتالي عندهم القدره ان هم يوصلوا الكوره بشكل كويس للثلث الاخير او الثلث الدفاعي بتاعنا. خلي بالك دي جزئيه مهمه جدا، عمليه الضغط العالي. لكن كمان خلي بالك لما انت بتضغط ضغط عالي بيبقى عندك مساحات وعندك فراغات في ظهر حتى خط النص بتاعك. بوجود سيس كظهير ايسر
اعتقد ان هو مفتاح لعب كبير جدا جدا مع انضمام ماني، وشفنا الكلام ده على فكره في المباراه النهائيه، ان لو ما خدش سيسي خد الكوره في الجزء الفاضي هيستلم ساديو ماني، وساديو ماني لو استعمل الكوره معلوش ضغط ممكن يعمل خطوره. ايه دور ثلاثي نص الملعب؟ مهم جدا تقول لي اولا تفضل مين؟ تفضل البدايه بحمدي فتحي ولا البدايه بزيزو؟ يعني نلعب بالنني عمرو سوليه حمدي فتحي، ولا نبدا بشكل هجومي اكتر شويه وزيزو عنده مرونه شويه في الحاله الدفاعيه والهجوميه؟ لا احنا انا افضل بالنسبه لي البدايه بحمدي فتحي والنني وعمرو سوليه. لاسباب لا ادوارهم ايه؟ ادوارهم مش هحطهم في الملعب وخلاص. بالظبط ليه ادوارهم ايه؟ واحد زي حمدي فتحي، حمدي يضغط ويستخلص كوره، عمرو السوليه يكون جزء تحويل الهجمه من الدفاع للهجوم ويقدر يمسك كوره ويظهر لزمايله في قلب الملعب، ويقدر هو اللي بيكون بيحاول الهجمه من الدفاع للهجوم. النني بيدعم خط النص في نقل الكوره وفي توزيع الكوره على المهاجمين. صحيح. هو دي الفكره، ان انت هنضغط ازاي؟ طب لو حمدي ناحيته الكوره او بيضغط ناحيته، مين اللي هيغطي وراه؟ دي اللي هتتلاشى بعدها فكره المساحات اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هو لما نضغط او ايه مهام لعيبه نص الملعب. بالظبط مظبوط. بعدها مش هيبقى في مساحات في ظهر لعيبه نص الملعب او قبل الثلث الاخير من الملعب في الدفاع. ولما تضغط على مندي، لما تضغط على جاي او كايوتي وما تخليهمش يطلعوا بالكوره، هتبتدي انت تخلق مساحات للاعيبتك انت او تحركاتهم بدون كوره. بالظبط هتبقى اقرب. انت كل ما بتقطع الكوره، وده الضغط العالي. وميزه الضغط العالي ايه؟ هو برضه عشان الناس تفهم الضغط العالي، انا الميزه عندي ان انا اولا بمنع بدايه الهجمه، الجزء الثاني ان انا بوفر مجهود كبير جدا لفرقتي، ان انا لو قطعت الكره ان انا اوريدي وصلت للجزء الثالث للمنافس، يعني أصلاً. مش هبني هجمه واعمل هجمه عشان اوصل للثالث الاخير. وبالتالي الضغط العالي، وشفناه يعني على سبيل المثال شفنا الضغط دوت من برشلونه امام ريال مدريد، قد ايه كانوا بيضغطوا ضغط عالي، وبالتالي كان دايما عندهم شيء كبير من الخطوره على مرمى ريال مدريد. وازاي انت مرحل الملعب؟ يعني مثلا بوسكيتس عنده 34 سنه وكان بيضغط طب ازاي كمل ال 90 دقيقه؟ ازاي كمل المباراه؟ لا ما هو في اجزاء في انت مرحل الملعب، في اللي ورا بوسكيتس ازاي مغطي المربع بتاعه عشان بوسكيتس طلع قدامه. فهنا حمدي فتحي لما يكون موجود ومع النني ومع السوليه وبيقدروا ينقلوا الكوره من معايا عمر ارقام، طبعا ارقام كارلوس كيروش مع المنتخب المصري واليو سوسيه مع المنتخب السنغالي. طبعا عدد المباريات فرق كبير جدا، طبعا اليو سوسيه يعني عدد مباريات كبيره 18، كيروش 71 لسوسيه، الفوز 12 كيروش ل 46 لسوسيه، تعادل 2 16، هزيمه 4 9. برضو نتكلم على موضوع الاهداف، الاهداف له 38 كروش، طبعا اليو سوسيه عشان عدد مباريات كبير عنده 122 هدف، لكن كروش 22 جول عليه، وحقف عند ديت 18 مباراه 22 هدف. ده يدينا جرس انذار شويه للحاله الدفاعيه لمنتخبنا عمر. طبعا عندنا مشكله كبيره في بالرغم ان احنا منتخب مصر على المستوى الدفاعي كان دايما في صلابه دفاعيه مع كل المدربين السابقين للمنتخب الوطني، ولكن تشوفها ازاي رغم يعني كل لعيب على حده، بنتكلم فتوح باك شمال لعيب كويس جدا، الناس بتقول ان هو دفاعيا اقل شويه من هجوميا، هجوميا بشكل افضل. لو اتكلمنا على الونش مدافع من افضل المدافعين في مصر، اتكلمت على محمد عبد المنعم فورمه ولا اروع، نتكلم على الباك اليمين ممكن نتكلم حالة دفاعية شوية لعمر كمال أقل من الحالة يعني أقل من الحالة الهجومية، عمر جابر كذلك ممكن يكون هجوميا أفضل من دفاعيا. فأنت شايف الدفوع في خط الدفاع ولا الناس اللي قدامه؟ بنتكلم على الديفندر اللي قدامه هو اللي عامل يمكن بالظبط عدم الثقة شوية في الحالة الدفاعية بتاعتنا. الدفوع في المنظومة، المنظومة الدفاعية للفريق كله، في المنظومة الدفاعية للفريق كله، و بوزيشن المدافعين في الملعب. في وجود مثلا لعيب زي احمد حجازي، انت دايما بتشوف طريقه كلامه معاهم او طريقه تنبيهه ليهم في قلب الملعب، وحضرتك يعني حضرتك اللي احسن تقدر يعني حجازي يعني من ولادي وليدر، بيقدر يتكلم بالزبط. بشكل تقدر تفوق المدافع اللي جنبك، تقدر تمسك المدافع اللي جنبك، تقدر
تطلع المدافع اللي جنبك بشكل كويس، وتكلم نص الملعب اللي قدامك، وتكلم نص الملعب وضغط نص الملعب بشكل معين على المهاجمين او على نص الملعب الخصم بيفرق كتير جدا في الاهداف اللي بتتسجل عليك. فلكن رقم 22 هدف في 18 مباراه ده كتير جدا، عمر ما المنتخب الوطني استقبل كم الاهداف ده في عدد المباريات القليل ده جدا. هنكمل معاك يا عمر بس نطلع فاصل سريع، ولسه لينا كلام كتير وان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا بكره، كلام كتير مع عمر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وما زال الحوار مستمر على طبعا التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، ومشوار ان شاء الله منتخبنا للوصول لكاس العالم. خلاص الخطوات الاخيره تبدا بكره باذن الله امام المنتخب السنغالي. عشان نتكلم اكتر عن الكره الافريقيه معانا واحد من نجوم الكره الافريقيه على مستوى عالي جدا، واسطوره من اساطير كره القدم الافريقيه، محمد سيكو طبعا اللاعب المالي، طبعا احد اساطير الكره الافريقيه، واللاعب للاعب تقريبا لكل الدوريات الاوروبيه الكبرى. لو اتكلمنا على الدوري الانجليزي في ليفربول، في اسبانيا مع طبعا فالنسيا، بنتكلم على فرنسا مع باريس سان جيرمان، لو في ايطاليا على مستوى اليوفنتوس. محمد طبعا بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مشرفنا ومنورنا. مساء الخير على الجميع. مساء الخير، انا رمزي. اهلا بيك، منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي. لعيب كبير عندك خبرات كبيره جدا جدا، نحب نسمع رايك وتوقعاتك للمنتخبات ومشوار المنتخبات الافريقيه للوصول لكاس العالم. عندنا خمس يعني مباريات كبيره جدا ما بين منتخبات كبيره. عايزين نبدا مباراه مصر والسنغال، توقعاتك لمباراه مصر والسنغال، ومين ان شاء الله اللي هيكون لي شرف الوصول لكاس العالم القادمه في قطر 2022؟ بالنسبه لي مباراه مصر والسنغال تعتبر اهم مباراه في التصفيات الافريقيه، وستكون مباراه هامه لان منتخب مصر لديه ميزه انه سيلعب غدا امام جماهير منتخب مصر التي ستملا جنبات ملعب القاهره، وهذه ميزة لأن لعبت في مصر وأعرف قيمة المنتخب المصري عندما يلعب أمام جماهيره، كنت في أمم أفريقيا في مصر وأعرف قيمة الجمهور المصري. نقطة قوة إيجابية يجب أن يستغلها المصريين غدا اللعب أمام الجمهور. ما فيش شك طبعا اللعب في استاد القاهرة، كنت لسه بتكلم لي رهبة كبيرة جدا. قبل ما أكلمك يا محمد عن العلاقة أو الدويت وجود محمد صلاح مع ساديو ماني في مباراة كبيرة زي مباراة السنغال ومصر للوصول لكأس العالم، عايز برضو أخد رأيك في الأربع مباريات الأخرى. على سبيل المثال بنتكلم على منتخب الجزائر والكاميرون، شايف مين الأقرب للوصول لكأس العالم من خلال منتخبين كبار زي الجزائر والمغرب والجزائر والكاميرون؟ اسف. بالنسبة لي خمس مباريات كل مباراة أهم من الأخرى. بالنسبة لي أتمنى توفيق لمنتخب مالي لأن لدينا رغبة ولدينا حماس للعب المونديال، لأن للأسف رغم كان المنتخب مالي لديه العديد من الأساطير لكن لن نلعب مباراة كأس العالم. أنت أيضا يعني رمزي برغم كنت منتخب قوي ولديكم منتخب عظيم في مصر لم تلعب أيضا كأس عالم، ونحن متحمسون لرؤية المباراة أمام تونس. كنت طبعا لسه هكلمك طبعا على يعني أنا لعبت كأس عالم الحمد لله، لكن أنت كمان كنت موجود في جيل عظيم من اللعيبة وما كانش لكم شرف الوصول لكأس العالم. توقعاتك وإيه اللي بيميز دلوقتي المنتخب المالي للوصول لكأس العالم؟ أنت شايف الفروق الفنية والفروق الفردية ما بين جيل عظيم ما وصلش كأس عالم وجيل يسعى للوصول لكأس العالم؟ أوجه الاختلاف سهل جدا، أنا أتحدث على منتخب مالي. بالأمس أو في الماضي أو في السنوات الماضية كان لدينا فريق كبير وعظيم، لكن للأسف لم نحظى باللعب المونديال، كانت خيبة أمل لمنتخب مالي. لكن الآن هناك لدينا المواهب الكبيرة في مالي، لاعبين عظماء يلعبون في الدوريات الأوروبية، لديهم ثقة في أنفسهم، وإذا ما تحدثنا عن الثقة لديهم الروح.
هذا ليس يعني اننا ليس كنا لدينا روح، لكن الطموح اكثر اكبر، لان اللاعبون الان لديهم اصدقائهم في المنتخبات الاوروبيه ويريدون ايضا ان يلعبوا في المحفل. لكن اعتقد ان مالي الان اكثر روح واكثر شغف للعب كاس العالم اكثر من الجيل الماضي. وطبعا لما نتكلم على المنتخب المالي اكيد اليو ديونج نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب المالي، شايف ازاي طبعا اليو ديونج من يعني هو اكثر اللاعبين سعرا في اللاعبين الافارقه على مستوى القاره الافريقيه، شايف ازاي مشاركه اليو ديونج في امم افريقيا اللي فاتت، وشايف ازاي ادواره في المنتخب المالي للوصول لكاس العالم؟ اليو ديانج يعمل عمل عظيم مع النادي الاهلي، فاز بالعديد من البطولات، يلعب مع لاعبون عظماء داخل الفريق الاحمر. ساعده اليو ديانج بالظهور بهذا المستوى، لان ديانج يلعب في دوري قوى الدوري المصري، لكن الاهلي يعتبر اقوى نادي في مصر، وهذا يعني ان الاهلي لديه لاعبين كبار ساعدوا اليو ديانج في الظهور بهذا المستوى، لان ديانج ليس وحده فقط، واعتقد ان ديانج سيحظى بعقد كبير في الايام القادمه قد يخرج من مصر. على مستوى نرجع لمباراه طبعا مصر والسنغال، وهاخد من طبعا مباراه مصر والسنغال اكيد هنتكلم على نجمين كبار بحجم محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا وساديو ماني. محمد، بوجودك في الدوري الانجليزي ولعبك لليفربول، شايف ازاي تعاقد محمد او تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول الفترات اللي فاتت، واللي انت شايفه هل انتقال محمد صلاح خارج الدوري الانجليزي او تجديد تعاقد محمد صلاح في الفتره اللي جايه؟ أنا عاشق لليفربول وأتمنى أن يبقى محمد صلاح في ليفربول. بالنسبة لي محمد صلاح ساعد ليفربول في الفوز بالعديد من البطولات، وصعب تعويض محمد صلاح بالنسبة لإدارة الريدز، ومن خلالكم أتمنى أن يستمر محمد صلاح في ليفربول. فعدم لو عدم استمرار محمد صلاح في ليفربول، شايف محمد صلاح فين؟ وخاصة وحنقل ده ليه، يمكن بعض التقارير الأخيرة بتقول اهتمام كبير جدا من اليوفنتوس الكرة الإيطالية. محمد صلاح طبعا من خلال وجوده في فرونتينا وفي روما، هل شايف ان اليوفنتوس هو المناخ الأفضل في حالة عدم تجديد محمد صلاح مع ليفربول، وجوده في اليوفنتوس يكون هو الخطوة الأنسب لمحمد صلاح دلوقتي؟ بالنسبة لي هناك العديد من العروض التي تنهال على محمد صلاح. بالنسبة لي الحقيقة وأقوى شيء وأهم شيء وأفضل شيء، إذا لم يجدد صلاح عقده مع ليفربول، برشلونة سيكون الخيار الأفضل لمحمد صلاح. أتمنى أن أراه هناك. أنا بتفق معاك في الجزئية ديت، لكن خلينا بما إنك طبعا لعبت لليوفنتوس فترات رائعة، إيه اللي بيحصل في اليوفنتوس؟ اليوفنتوس على مستوى دوري أبطال أوروبا بينهزم بثلاث أهداف للا شيء أمام فياريال، الدوري الإيطالي لم يعد منافسا بقدر كبير، إيه اللي بيحصل في اليوفنتوس من خلال تواجدك ومتابعتك للكرة الإيطالية؟ بالنسبة لي عهد سيء لليوفي، 7 و8 سنوات اليوفي سيطر على الكرة الإيطالية بالطول والعرض، فاز بالسيريا، واعتقد ان عهد اليوفي الان انتهى، ويجب ان تعلم كلمة انتهى. إدارة اليوفنتوس يجب ان تغير من سياستها. اليوفي بدأ يفرط في النجوم، واعتقد ان في الميركاتو القادم يجب ان يقوم انيلي ويقوم اداره اليوفي بعمل ميركاتو قوي من اجل ان يعود اليوفي الى الواجهه كالاول. انا بتفق معاك تماما، لان الوضع الطبيعي في اليوفي كان دايما منافس، وكان قليل جدا جدا ونادرا ما يخرج اليوفنتوس من دوري ابطال اوروبا بهذه النتيجه على ارضه والهزيمه امام فيا ريال. ده يجرنا لدوري ابطال اوروبا، من خلال متابعتك شايف مين الفريق الافضل على مستوى دوري ابطال اوروبا، وخاصه في على مستوى الكره الانجليزيه في فرق كبيره على مستوى الكره الاسبانيه، وانت كمان كنت نجم في الكره الاسبانيه من خلال تواجدك في فالنسيا،
مين الأقرب للحصول أو خلينا نقول للوصول للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا؟ بالنسبة ليك هناك العديد من الفرق المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن مانشستر سيتي يلعب كرة عظيمة، لكن بالنسبة لي أقوى فريق في أوروبا هو بايرن ميونخ. كرة قدم ألمانية عظيمة، يقدمون أداء قوي ويقدم أداء عظيم. بايرن ميونخ قد يلعب النهائي، وأعتقد أن بايرن ميونخ من وجهة نظري مرشح للفوز بالشامبيونز ليج. عايز ارجع تاني ونسيب اوروبا ونرجع تاني لنادينا النادي الاهلي والكره الافريقيه. انت شايف ازاي معظم اللعيبه الافارقه اللي بيجوا النادي الاهلي بيتطور مستواهم بشكل كبير، بيبقى انضمامهم للمنتخب منتخب بلادهم بشكل كبير؟ شايف او شفت ازاي النادي الاهلي في الفترات اللي فاتت وتمثيله على المستوى الدولي من خلال كاس العالم للانديه؟ عندما نتحدث عن الأهلي نتحدث عن شيء كبير، فريق يتم مساواته بالريال مدريد وفرق أوروبا العظيمة، وهذا طبيعي. عندما يصل أي لاعب إلى النادي الأهلي سيصبح لاعب كبير، لأن الأهلي فريق كبير وأعظم فريق في أفريقيا، وهناك العديد من اللاعبين الذين مروا على النادي الأهلي، وأنا سعيد لأن الأهلي هو فريق أفريقي يصنع الحدث ويعتبر فخر لقارة أفريقيا وللوطن العربي. ما فيش شك طبعا الاهلي بيدي مثال ونموذج رائع للانديه على مستوى افريقيا. خليني اكلمك، وبما اني انا كنت لعيب في البوندسليغا ولعبت في الدوري الالماني، هل كان في يوم من الايام كنت تتمنى ان تنضم للدوري الالماني؟ احنا عرفنا لعبت في كل الدوريات الكبرى ما عدا الدوري الالماني. شايف برضو الدوري الالماني ازاي، وليه ما رحتش في يوم من الايام او لعبت في احد الانديه، طبعا على راسهم بايرن ميونخ او دورتموند؟ يعني من خلال قناة الأهلي، وهذا من خلالك هاني، تم عرض علي بايرن ميونخ في يوم من الأيام، لكن فضلت عرض باريس سان جيرمان وانتقلت إلى فرنسا وفضلت إيطاليا، وللأسف لم ألعب للبوندسليغا لأن كنت سعيد في إيطاليا وفي إنجلترا، لكن البوندسليغا يبقى أحد أقوى الدوريات في العالم. سيسو بتكلمك وأقول لك توقعاتك لمباراة بكرة. إحنا عارفين طبعا الوصول كأس العالم من مباراتين، لكن عايز أعرف توقعاتك لنتيجة مباراة بكرة مصر والسنغال. الحقيقة فريقين أقوياء جدا، لكن بالنسبة لي مباراة غدا مصر ستفوز. صلاح سيصنع الحدث غدا، وأتوقع 2-0 المنتخب مصر. يا رب يا رب إن شاء الله يكون يعني كده في الخير إن شاء الله. وبمناسبة كمان صلاح، أخيرا عايز أكلمك على محمد صلاح وعدم حصول محمد صلاح لغاية دلوقتي على جائزة أحسن لاعب في العالم. هل وجود محمد صلاح في كأس العالم القادمة أو إن شاء الله وصوله لكأس العالم تكون خطوة كبيرة لتتويج محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم لهذا العام أو لهذا السيزون؟ بالنسبة لي حقيقة الأمر كنت حزين وتعصبت عندما شاهدت بالون دور وصلاح غير موجود. صلاح لم يأخذ مركز كبير، لكن بالنسبة لي عندما شاهدت الحفل تحدثت مع نفسي وقلت كيف أن مومو صلاح وماني من أفضل 3 لاعبين في أفريقيا والعالم، لكن كما قلت هاني، إذا فاز صلاح مع منتخب مصر وتأهل للمونديال سيكون الأقوى في العالم وسيحصل على الجائزة. طبعا وصول محمد صلاح للحصول على هذه الجائزة أكيد ما بيكونش جائزة لمحمد صلاح بس، لكن جائزة يمكن تشرف بحصول عليها. طبعا يعني بنتكلم على نجوم كبار على مستوى العالم، تكون شرف كمان للكرة الأفريقية. وهاخد من دوت وأقول لك الفروقات على مستوى الكرة الأفريقية حاليا، ونتكلم على العهد أو من خلال
وجودك في الكرة الأفريقية، شايف الفرق إزاي الكرة الأفريقية؟ هل في تقدم كبير في الكرة الأفريقية أم لسه ما وصلناش للفظ العالمية بشكل متكامل يعني؟ عندك حق، الأمر اختلف. أنت كنت يا هاني تلعب في الكرة الأفريقية في الماضي وتعلم الفوارق وتعلم الاختلافات. كنا نعاني في السفر وكنا نعاني في الإمكانيات، لكن في حقيقة الأمر في الماضي كان الأمر مختلف وكنا نعاني معاناة قوية، لكن الآن أصبحت أكثر تطور وأصبحت أكثر تقدم. وبالنسبة لي مصر كانت أعظم دولة في أفريقيا ولديها بطولات وما زالت. طبعا في النهاية أولا بنشكرك شكرا جزيلا ونورتنا وشرفتنا على قناة نادي الأهلي، طبعا نجم كبير بحجمك وتواجده معانا، نتمنى كل التوفيق ليك. عايز اسالك دلوقتي بتاع يعني، هل مرتبط بشغل خاص بكره القدم ام بعدت تماما عن كره القدم؟ الان انا اكتشف المواهب الافريقيه ولدي وكاله، اذهب دائما الى جميع دول افريقيا من اجل اكتشاف المواهب، لان المواهب الافريقيه لدينا العديد من المواهب، وعندما تكون لاعب كبير سوف تقوم باكتشاف اللاعبين الكبار. لدي وكاله كبيره لتسويق اللاعبين، وانا الان مهتم جدا باكتشاف النجوم الافريقيه وتطوير الكره في مالي، اهم شيء بالنسبه لي، وانا بقول لك خدمه بلادي. وانا بقول لك تعالى مصر، وفي مصر هتبقى يمكن من افضل يعني وكلاء اللاعبين في العالم باكتشافك. عندنا مواهب كتيره جدا جدا في مصر، فطبعا بنتمنى لك التوفيق في مسيرتك الجديده. نورتنا وشرفتنا طبعا، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا وتحيه للجميع وحظ سعيد لمنتخب مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا الاسطوره، بنتكلم على لعيب بقول لك على مستوى عالي جدا ولعب في الدوريات الاوروبيه كلها، وبنتكلم على مصر بهذا الشكل. طلعت من الحوار ده بايه على مستوى محمد صلاح، مستوى الكره الافريقيه يعني؟ حللت اللقاء ازاي ده عمر؟ لا ده عايز حلقات عشان نحلله فيها بالظبط، لان المستوى الكره الافريقيه يعني نشوف الاتحاد الاوروبي ازاي بيتعامل على مستوى الاستقلاليه عن الفيفا، وهتشوف الاتحاد الافريقي ازاي بيتعامل على مستوى الاستقلاليه على الفيفا، هنعرف مستوى ليه الكره الافريقيه هيفضل كده. على مستوى محمد صلاح، ليفل وصل لليفل غير مسبوق في الكره العالميه. يعني محمد صلاح خلاص خطوات ويفضل ويكون موجود في مكان ثابت في احد اساطير، مثلا احد 10 اساطير الكره في العالم. يعني بعد كده هنقول بيليه ومارادونا وميسي ورونالدو جورج ويه وصلاح على مستوى المنتخب المصري او على مستوى مصر، اكتشفتها اول ما رحت افريقيا. مصر كبيره قوي يا كابتن. مصر بلد، لا يعني مصر بالنسبه لاي فريق في افريقيا هي الاقرب للفوز باي اسم موجود في الفريق. مجرد انت لما بتروح او بتسافر بتحس بده، بتشعر ان لا يعني دايما احنا يعني جوه بلدنا ما بنحسش بقيمه بلدنا طول ما احنا جواها. تخرج بتلاقي لا، الناس بتحترم الكره المصريه والمنتخب المصري بشكل كبير جدا جدا. يعني هنتكلم لسه عندنا حاجات كتير، خاصه تصفيات كاس العالم حتى على مستوى اوروبا. نطلع فاصل سريع والحوار متواصل مع نجمنا النهارده الناقد الرياضي عمر صبحي. فاصل ونواصل. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. كنا بنتكلم على طبعا منتخبنا المصري ان شاء الله اللي بكره عنده لقاء تاريخي مع المنتخب السنغالي، واتكلمنا على الخطوه الاخيره للتصفيات الافريقيه للوصول لكاس العالم، وكان معانا محمد سيسيكو طبعا نجم المنتخب المالي، وقد ايه كان لقاء اكتر من رائع طبعا، واشاد بمحمد صلاح بشكل اكتر من رائع، كمان اشاد بالمنتخب المصري بشكل اكتر من رائع. فطبعا كان لقاء مميز جدا، وطبعا بشكر كل الاعداد، طبعا فريق الاعداد عندنا فريق مميز في المحترف، وخاصه طبعا على سبيل الترجمه اسلام لوكا اللي بيقوم بمجهود اكتر من رائع. بشكره لوكا، اسلام لوكا بيقوم بمجهود اكتر من رائع. عمر لسه طبعا مع مصر، وعايزين نعرف
الحسابات بقى المدربين، يعني بتكلم على أليو سيسي، ده بيتكلم على استقرار كبير جدا مع المنتخب السنغالي. في اختلاف في الكور يعني في المدرسة نفسها ما بين كوروش وأليو سيسي، هل في اختلاف في حتى تطبيق 4-3-3 بتتطبق بشكل مختلف على جميع المستويات؟ هل في يعني مقارنة كده سريعة ما بين المدرستين دول كيروش وسيسي؟ هما الاثنين بيلعبوا 4-3-3 صريحة، لكن كيروش ما بيطيرش الباكات زي أليو سيسي. أليو سيسي عنده الباكات طايرين فوق نص الملعب، بيضغط بشكل كبير جدا على حامل الكرة باثنين لاعبين. كيروش بيفضل ان هو يضغط كمنظومة مش كلاعيبة بيضغط. اوكي. كيروش ما بيحبش يضغط بالثلث الاخير الملعب. أليو سيسي بيحب يضغط من عند حارس المرمى. ضغط عالي. ضغط عالي. كيروش لا. أليو سيسي عليه ضغوط اعتقد اكتر من كيروش، لان أليو سيسي اكتر من كيروش؟ طبعا. أليو سيسي راجل لسه متوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب نفس الفريق مع منتخب بلاده. ده ما يشفعلوش حتى لو عدم وصول لكأس العالم، على الأقل الراجل واخد بطولة أمم أفريقيا. ده ما يشفعلوش. كيروش طبعا لسه يعني ما بقالوش كتير مع المنتخب المصري، ولكن هو جاي عشان دي، يعني جاي عشان يوصل بمصر لكأس العالم. كيروش لو طلع وروح ايه اللي هيحصل؟ هيتفرج على البرتغال وإيطاليا في الملحق الأوروبي وخلاص. هنجيله. لكن أليو سيسي لو روح مش هيدخل السنغال. مش هيخش. كابتن قابلت حد سنغالي في الكاميرون كان بيقول لي للدرجات. لا ان هناك انت خلي بالك انت كده كمان يعني هنشرح من دوت من كلامك الاجواء هتكون كمان ايه يوم الثلاث. انت بتتكلم على المباراه الثانيه هناك، وانت بتتكلم على مدير فني واخد بطوله امم افريقيا لا ما وصلش كاس العالم مش هيقدر يخش السنغال، فتخيل كمان الاجواء المشحونه هتكون عامله ازاي هناك يعني. بالظبط. لا هم السنغال والسنغال عندهم ان هم كسبوا مصر في كاس في نهائي كاس الامم الافريقيه، دي طفره، دي حاجه عظيمه يعني. يعني كانوا بيقولوا انتوا لاعبين ثلاث مباريات باكسترا تايم صحيح، واخدين يوم زياده يعني يوم اقل مننا راحه، وعندكم لعيبه مصابه اكرم توفيق وحجازي ويوي، وعندكم لعيبه مصابه، هنكسبكم امتى؟ وهم فعلا عندهم دلوقتي احسن فريق، احسن فريق يقدر يوصل كاس العالم، احسن فريق يقدر ياخد كاس الامم الافريقيه. فده الضغوط اللي على أليو سيسي. أليو سيسي قاعد كل ده علشان ياخد كاس الامم الافريقيه ويوصل كاس العالم. خسر من الجزائر في 2019 وكمل المهمه ويوصل ل 2000 وكاس الامم الحاليه 2022 علشان ياخدها ويوصل كاس العالم. لكن هم للاسف وقعوا مع منتخب مصر، ولكن وجود مدير فني محلي مع لاعبين بالشكل ده وبالكفاءات دي بيحط عليه ضغط ان هو لازم يتاهل. بالظبط. على عكس المدير الفني الاجنبي مع منتخب مصر، انا كنت بدرب احسن لعيب في العالم محمد صلاح، بس في الاخر بعد ما خرجت. لكن خلي بالك برضو طموحات كيروش جايب احلام كبيره، يعني حتى على مستويات المنتخبات اللي دربها وراح معاها كاس العالم عنده باع، ودايما دوت بيتحط في كفه ان هو لا هو بيعرف يوصل بالظبط منتخبات لكاس العالم، عنده خبرات في الجزئيه ديت يعني. والخبرات تشيل الضغوط، والخبرات اللي عند كروش الكبيره اللي وصل مع ايران وصل مع كولومبيا تشيل الضغوط اللي عليه. صحيح. وده بيتنقل للعيبه يعني. بالظبط. وده بيتنقل للعيبه، وكمان اللعيبه عندها خبرات ومع مدير فني اجنبي وما بيسمعش، يعني اللي عندي اللي اعرفه ان كروش بيسمع للاعلام كله، ولكن اكيد مش زي المدير الفني المحلي. فعلشان كده اعتقد ان كروش هيكون عليه لود، أليو سيسي هيكون عليه لود اكتر بكتير جدا من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني. طيب خلينا نتكلم هنسبق الاحداث شويه، وانت من خلال كلامك قلقتني من الاجواء اللي في السنغال. يعني المباراه الاولى اهم حاجه ايه اللي يعمله المنتخب المصري علشان نروح باعصاب هاديه؟ هتقول هنكسب، نكسب وما يخشش فينا جوان، لكن دايما وخاصه مباراه قريبه هتلعب جمعه وثلاث. هل كيروش حاطط تشكيله مختلفه مثلا، او هيعتمد بشكل مباشر على عناصر مختلفه في مباراه السنغال فبالتالي هيكون ليه حسابات هنا، ولا هو بيرمي رميه واحده احنا نخش نكسب ان شاء الله بفرق هدفين وبالتالي هتكون نسبه الصعود كبيره يعني، ولا مقسم المباراتين بشكل مختلف تكتيكا؟ انا بتكلم تكتيكيا يعني. تكتيكيا من دماغ كيروش اعتقد ان هو هيكون عنده مهم جدا جدا ان هو يكسب في مصر علشان يخفف الضغط عليه في العوده لدكار. كيروش الراجل اول ما جه كان
عنده غاية ان هو يعمل مفاجآت في الخطة. يعني شفنا في بطولة العرب كان بيعمل مفاجآت في التشكيل. رحنا كأس الأمم الأفريقية في أول ماتش لعب محمد صلاح راس حربة وجاب مصطفى محمد هاف، ولما سألناه قال أنا لازم أعمل مفاجآت للخصم لأن المدير الفني ممكن يكون حافظ طريقتي أو ممكن يكون حافظ إن محمد صلاح بيلعب على الهاف. ولكن أعتقد إن كروش في الماتش اللي جاي ده مش هيكون فيه أي مفاجآت. مفيش مفاجآت يعني. بالظبط، لأن هو عايز يخش، عايز أول حاجة بالنسبة له ما يستقبلش أي هدف على أرضه. تاني حاجة بالنسبة له يحاول يسجل. تالت حاجة بالنسبة له ما يطلعش بأي إصابات في اللعيبة الأساسية. رابع حاجة يوصل السنغال أو يوصل داكار وهو هادي نسبياً عن فريق السنغال. كمان من طبعاً الإصابات يعني حاجة بتاعت ربنا، لكن في إنذارات. يعني أعتقد عندنا 4-5 لعيبة مميزين. أعتقد حمدي فتحي عندنا فتوح عنده إنذار، بتتكلم نيني أعتقد برضو عنده إنذار. فلو خد إنذار في المباراة ديت هيتحرم من المباراة التانية. ده ممكن يأثر على تكتيكه داخل الملعب أو يأثر على التغييرات. تغييراته بالظبط. تغييراته انه يحس ان اللعيب ممكن متوتر فممكن يدفع بيه او يخرجه علشان ما ياخدش انذار تاني. ده بالظبط، ممكن يعجل بتغييره لعيب عنده انذار عشان ما يخسرش في ماتش العوده، لان ماتش العوده يعني احنا عندنا مباراه واحده 90 دقيقه في مصر و90 دقيقه في داكار، لان هو عايز اللي في داكار ده يحافظ عليها لان ما تخرجش من ايده زمام الامور زي ما بيقولوا. فممكن ياثر عليه في التغييرات، ممكن يطلع لعيب بدري شويه، ممكن شفنا غير النني في كاس الامم الافريقيه بسبب ان كان عنده انذار في قبل الاكسترا تايم. شفنا ممكن يفضل لعيب زي تريزيجيه ولعيب زي زيزو عندهم نواحي بدنيه في التغييرات، ممكن ينزل يضغط شويه على حمل الكره، ممكن ينزل يعمل فرصه، ممكن ينزل يرفع رفعه سواء لمصطفى محمد او مروان حمدي. تريزيجيه ممكن ينزل بحلول فرديه يقدر ياثر. انا كمان اعتقادي ممكن يكون قفشه كمان ليه دور في التغييرات في الاوراق اللي بيلعب بيها في حاله لو عايزين نعمل استحواذ على سبيل المثال. قفشه من العناصر اللي ممكن تعمل استحواذ بشكل كويس، وما اعتقدش التيبيكال 10 دوت خلاص بقت مشكله لقفشه، لان في وقت من الاوقات كان كمان لعب 4-3-3 مع موسيماني. عايز اعرف برضو دور قفشه ايه، كان ممكن ايه الادوار اللي يقوم بيها قفشه خلال المباراه من وجهه نظرك. قفشه هو تنوع اللعب في المنتخب. قفشه احنا المنتخب ماشي على اسطمبه من يوم ما كروش جه. لو عايز يبدل طريقه لعب او عايز ينوع لعب او عايز يمسك كوره على حساب الخصم هيكون ده دور محمد مجدي قفشه مع المنتخب الوطني، ان هو يقدر ينقل الكوره بشكل سلس من الدفاع للهجوم، يقدر يصنع، يقدر يشوط من خارج الصندوق او من على المنطقه من بره، يقدر يفضي مساحات شويه لمحمد صلاح. بص خلي بالك احنا عندنا مشكله يا كابتن، يعني هي ميزه بس هي مشكله في حقيقتها مشكله. محمد صلاح عامل 4 اسيست ماشي، دي مشكله ليه؟ لان لما تيجي تبص على الارقام هتلاقي ان محمد صلاح هو المحطه الاولى مش الاخيره. احنا عايزين نستفيد بصلاح ان هو يسجل. ليه؟ لان هو فينيشر عالي جدا. مش عايزين نستفيد بصلاح ان هو يعمل بس اسيست. في اول حلقه مع حضرتك لو تفتكر قلت ان محمد صلاح طور نفسه لما كان في روما ان هو بقى بيجري فترات قليله جدا بالكره، فبقى ميزه ان هو يسجل او ميزه ان هو يسدد بقت عنده اعلى بكتير من ايام زمان. لكن مع المنتخب الوطني اول مرحله هو محمد صلاح، فبالتالي ما بتكونش اخر مرحله، لان هو محمد صلاح يعني بياخد الكره ويسلم لحد تاني. قفشه هيقدر يساعده. ده الفرق اللي ممكن كانت الناس بتتكلم عليه. ايه الفرق ما بين محمد صلاح ليفربول ومحمد صلاح المنتخب؟ انك بتتكلم ان محمد صلاح بدا هو اللي بيقوم بادوار الاسيست. وشفنا ده على فكره حتى فرص كتيره صنعها في امم افريقيا ان هو اللي بيعمل الاسيست. على الناحيه الثانيه لا، ده في ليفربول حد يعني بيوصل بالزبط. صلاح لنقطه التهديف يعني، وحد اللي يعملها قفشه يعني، ده اللي ممكن يعملها محمد مجدي قفشه مع عمر كمان عبد الواحد، ان هو ممكن يخلق مساحه لان هو يزيد في ظهر صلاح، فيخلق مساحه ياخد معاه الباك مثلا، فيفضل الميدفيلدر هو اللي مع صلاح. لكن وجود الباك اللي تحت صلاح في مركزه ان هو ما يطرش قدام صلاح، ده بيخلي الكثافه الدفاعيه موجوده حوالين محمد صلاح وما فيش تحركات كتير، ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يخلق مساحه لنفسه. فنزول قفشه مع عمر كمان لعب واحد لو طار قدام محمد صلاح، اعتقد ان دي هنا هتبقى شبه اللي بيعملها الكسندر ارنولد شويه في ليفربول، وهتكون دي اللي بتقدر توصل محمد صلاح دايركت للجون، مش اللي هو اللي يعمل الاسيست وحد يسجل.
وبالتالي طبعا هيكون عنده فرص اكبر للتسجيل. طيب تعال نروح انا وانت والساده المشاهدين نشوف كيروش في المؤتمر الصحفي من منذ يمكن يعني دقائق، مؤتمر صحفي قبل لقاء السنغال مع طبعا كابتن منتخبنا عمرو السوليه. نشوف كيروش قال ايه ونرجع مع حضرتك. شكرا. ثانك يو. Just to welcome the press, and of course express our gratitude for being here and transferring our feelings and our thoughts to the Egyptian supporters. And I start with a simple message. As everybody knows, Africa played five World Cup matches between 25th and 29th to select the five African champions for Qatar. And we're very, very proud that we are one of the teams that are in that final race. And there is no doubt that our players, they are fully committed with great enthusiasm and with great belief that they are ready to fulfill with the Egyptian fans. That's the simple story of football. There is always one more game in front of us. There is always one more win, and there is always one more dream. And tomorrow we start the journey to try to succeed in that dream to qualify Egypt for the World Cup. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة المدرب بيشكركم جميعا وبيرحب بيكم وبيعبر عن شكره انه الحمد لله اليوم موجودين هنا، وبرضه بينقل احساسه بالنسبه للجماهير والداعمين لكره القدم في مصر. بيقول هقول نفس الرساله اللي انا قلتها قبل كده. دلوقتي احنا في نهائي افريقيا وهو عباره عن خمس مباريات هيتلعبوا من يوم 25 ل 29 من يوم 25 ليوم 29 لاختيار المتاهل، ونحن سعيدين بوجودنا في هذا النهائي. لا شك فإن اللاعبين عندهم حماس قوي جدا والتزام وثقة عظيمة من أجل تحقيق أحلامنا وإسعاد الجماهير المصرية هنا. أمامنا المباراة غدا، مباراة جديدة إن شاء الله، فوز جديد ونجاح جديد، ومنها نبدأ المشوار. مرحب بكم طبعا في المؤتمر الصحفي. بالنسبة للمباراة احنا كلاعبين عارفين مسؤوليتنا كويس تجاه المباراة، وعارفين مسؤوليتنا تجاه الشعب المصري. مباراه تعتبر مباراه نهائيه، حلم الشعب المصري كله وحلم اللعيبه كلها والجهاز الفني ان احنا نوصل كاس عالم. ان شاء الله بكره اتمنى يكون التوفيق من نصيبنا ونعمل اقصى حاجه عندنا عشان نسعد الشعب المصري ونحقق نتيجه ايجابيه في المباراه الاولى اللي هتسهل علينا كتير في المباراه الثانيه، وان شاء الله يعني تكون سبب في وصولنا لكاس العالم ان شاء الله. ده طبعا جزء من وقائع المؤتمر الصحفي لكيروش، وطبعا واحد من كباتن الفرقه عمرو السوليه. وعايز اخد رايك الثقه، يعني احنا دايما بنتكلم وانا في الانترو بتكلم ان دايما كيروش يبعت كده حتى على تويتر على الفيسبوك على بينزل بيكتب بالعربي كمان دلوقتي، فبيدي ثقه للعيبه وبيدي ثقه للجماهير. واضح جدا ان في ثقه. عمرو السوليه بيتكلم طبيعي اللعيبه كلها عندها يعني عندها روح عاليه جدا طبعا للوصول لكاس العالم. حضرتك يا كابتن اللي تقول لنا الكلام ده، حضرتك وصلت كاس عالم ولعبت ماتشات فيصليه وحضرتك انا كنت اكلمك في النقطه ديت. ويمكن مباراه بفتكر دايما مباراه مثلا الليله اللي عشتها قبل أيوة مباراه هولندا انا عايز اسمعها من حضرتك قبل مباراه الجزائر. بص توتر مفيش شك انه توتر، لكن دايما بقول للناس ان او اللعيبه دايما بيكون عندها مشكله في حته، المشكله ان هو التركيز الزياده ممكن يقلب لجزء من التوتر.
والتوتر في المباريات الكبيره مش مطلوبه. ف وكل على فكره كل مدير فني ليه طريقه يخرج بيها لعيبته من التوتر ده. يعني في مدرب ياخد اللعيبه ليله مباراه مهمه ويروح بدل ما يتعشوا في المعسكر لا ياخدهم بره يخرجهم بره الاجواء ديت. ده جزء. الجزء الثاني لا في مدرب كابتن محمود الجوهري صارم جدا 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 طول المعسكر قبل المباراه بيجي نقول نقط ويضحكنا على يعني بيفكنا بمعنى اصح. فالتركيز دوت لو زاد عن حده واحترام لو زاد عن حده اعتقد ده بيتقلب ضد اللعيبه تماما وبيكون فيه توتر. فالعمليه ما بين الثقه وما بين الهدوء ده شيء مهم قوي. حضرتك عشتها يا كابتن ان هي ماتش فيصل ما فيش ماتش بعده ولا عشتها ان هي ماتش زي اي ماتش؟ لا ماتش اللي هو ما فيش بعده. يعني احنا خاصه مباراه الجزائر كان 0-0 هناك هنكسب نوصل كاس عالم وبالتالي كان مباراه فيصليه في تاريخي كمان على مستوى على المستوى الشخصي. فده اللي يعني كنت بقوله رساله بوصلها للعيبه مع اختلاف الاجيال ما فيش شك. دلوقتي عندنا فريق محترم جدا عندهم ثقه في نفسهم بيلعبوا في اوروبا بشكل كبير عندهم ثقه عندهم خبرات وبالتالي يعني ده ادعى ان احنا يكون عندنا هدوء داخل الملعب. يعني ف انا بشكرك يا عمر بجد نورتنا وشرفتنا وكان لقاء اكتر من رائع كعادتك. يعني توقعاتك بقى النتيجه بكره قول لي. انا اتمنى الفوز واتوقع ان احنا نكسب. يعني اتمنى واتوقع ان احنا نكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن وبشكر كل جماهير النادي الاهلي ويعني حاجه كبيره ان اجي احلل مباراه مصر والسنغال المؤهله لكاس العالم مع واحد من اساطير منتخب مصر. انت قدير يعني. عمر ودايما يعني هدوء في التحليل وعندك رؤيه وعندك فيجن رائع واحنا سعداء بوجودك معانا في المحترف. يعني محترف موجود في المحترف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طبعا دي كانت نهايه فقرتنا مع عمر لكن بعد الفاصل عندنا كمان ناقد رياضي بشكل مختلف على شكل تحليل الاداء الارقام الصور اللي هنشوفها معاه ما بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي ازاي نشتغل على المنتخب السنغالي نقط ضعفه ايه نقاط القوه ايه من خلال صور من خلال ارقام كل ده مع طبعا نجم التحليل الفني محمد الباز بعد الفاصل.